كلمات مجموعة، أن يستطيع التعليم كلمات مجموعة مع كلمات مؤفات، أن يميز المتعلم الكلمات الشاذة عن شذع معين، أن يوسع المتعلم معارفه ووعيه الصوتي للكلمات المؤفات. لتحقيق هذه الأهداف سنقوم بمجموعة من الأنشطة. إذن في البداية سأكتب على السبورة مجموعة من الكلمات المسجوعة، ثم أقرأها قراءة إلقائية. بعد ذلك سأبحث عن كلمات أخرى تنتمي لكل مجموعة مسجوعة. إذن في النشاط المثالي ستقوم كل مجموعة بالبحث على كلمات مسجوعة، ثم ستقوم بقراءتها محترمة القراءة الإيقاعية للكلمات المسجوعة. هل فهمتم النشاط؟ نعم. إذن هل أنتم مستعدون؟ نعم. سنبدأ النشاط. إذن المجموعة الأولى، أزهار. أشجار. من يعطيني كلمة مسجوعة مثل أزهار وأشجار؟ رانيا. أبقار. ممتاز. أبقار. أطفال. إذن هل أطفال صحيحة؟ لا. إذن أسوار. أسوار. ممتاز. أسوار. أيا. أطيار. أطيار. ممتاز. أطيار. هل فهمتم؟ نعم. الآن سأنتقل إلى المجموعة الثانية. إذن لدي وليد. وليد. فريد. فرح. سعيد. ممتاز. سعيد. علي. كريم. كريم. هل كريم مسجوعة مع هذه المجموعة؟ لا. تنتهي بحرف ميم. صفاء. خليد. خليد. أقول خالد. خالد وليس خليد. بدر. أسد. أسد. إذن هل أسد مسجوع مع هذه المجموعة؟ لا. لا. مراد. إذن هل مراد مسجوعة مع؟ لا. أنصت جيدا. وليد. فريد. سعيد. شهيد. ممتاز. شهيد. شهيد. ممتاز. وحيد. وحيد. صحيح؟ نعم. ممتاز. الآن سننتقل إلى النشاط التالي. إذن كل مجموعة منكم ستبحث عن كلمات مسجوعة. الواحد. اثنان. ثلاثة. ننطلق النشاط. ينظم الميسر مسابقة بين المجموعات لإيجاد كلمات مسجوعة. يتقدم ميسر كل مجموعة لتقديم عمل مجموعته، وتعتبر فائزة المجموعة التي وجدت أكبر عدد ممكن من الكلمات الصحيحة.